لا الدنيا زحمه اكيد، احنا خلاص يعني الناس بقى رجعت اشغالها تاني بعد الاجازات الفتره اللي فاتت دي، فالدنيا زحمه مع ان الجو كمان النهارده هيبدا يرتفع درجات الحراره. بس اقولك زحمه من غير حر مقبوله، زحمه وحر الاثنين. زحمه وحر الاثنين، بس ان شاء الله ربنا يقوينا. يا رب. يا رب. بنصبح على حضراتكم مره تانيه، وخلونا في البدايه نستعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، وبتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا على الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت كمان سيولة مرورية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة عند نفق الملك الصالح، وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وفي سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، نفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، وعند شارع السودان كمان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات متوسطة القادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة، ده بسبب أعمال التطوير. نروح معاكم محافظة الإسماعيلية، وهنجد إن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة. الطرق المتجهة إلى الإسماعيلية فيها سيولة مرورية، وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق مع استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة، دي بتزيد طبعا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.